من كم يوم كنت قاعد مع صديق مصري وعم نحكي عن الأوضاع بمصر وبلبنان خصوصا، وأنا كنت نازل اشرح شو عم بصير عنا بالبلد لما قطعني وقال يعني انت عايز تقول انه المبروم على المبروم ما يلفش. عجبني المثل الشعبي المصري ولقيته ظابط تماما على وضعنا. انت شوف السياسيين عنا، واحد عم يبرم على واحد، واحد بارم وجهه وواحد بارم ظهره، هيك عم تمرق الساعات من سيء لأسوأ، وما حدا عامل حساب انه الايام بتبرم. والمصيبة انه كتار مفتكرين انه الارض عم تبرم لمجرد انه عم يمشوا عليها، ناس ما عاد حاملهم راسهم وناس ما عادت حاملتهم الارض، وكتار انا منهم ما عدت حاملهم. ويلا برمولي هالكاميرا، هذا رأيي، فكر فيها.